الى ذلك دان وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو مقتل ثلاثه متظاهرين باحتجاجات اهالي مدينه كازارون الايرانيه برصاص قوات الامن وقال بومبيو في تغريده عبر حسابه على موقع تويتر نحن ندعم الشعب الايراني الذي يحتج على نظام قمعي مضيفا ان قتل الاحتجاجات وقطع الانترنت تظهر طبيعه هذا النظام ويعد هذا اول رد فعل من مسؤول امريكي رفيع المستوى على قمع الاحتجاج السلمي في كازرون على يد السلطات الايرانيه